كنائس وأديرة أبرشية الحيرة. كانت الحياة الدينية وخصوصا الرهبانية مزدهرة في الأبرشية والجنوب، حالها كحال بقية الأبرشيات، لوجود أبرشيات أخرى في الشرق وفي الشمال. فمثلا في الشرق كانت أبرشية كشكر ومقرها واسط وقد انقرضت، ثم في الشمال الشرقي أبرشية بدرايا البدرة وأيضا انقرضت، وفي الشمال كانت أبرشية المقر الباتريركية في المدائن في ساليق طيسفون، وهكذا نحو الشمال الغربي أبرشية الأنبار وقد انقرضت، وفي الجنوب الشرقي أبرشية براث ميشان أي البصرة. وهذه الأديرة كانت لها نشاطات ثقافية وعلمية وأدبية، وقد توزعت بالعشرات. تم حصر أكثر من 50 دير، بعضها في شمال براث ميشان أي لنقل في الطريق بين البصرة والعمارة حاليا، وأخرى باتجاه الغرب أي باتجاه الأهوار منطقة الناصرية. وكانت الأبرشية لديها أسقفيات، أكثر من أسقف مرتبط بأبرشية البصرة، أما أسقف الكوفة كان مرتبط بمطران الحيرة. وحسب دراسات الآثاريين للأديرة والقبب والقلايات المكتشفة في الحيرة والنجف في القرن 20، نستطيع أن نقول أن الكنيسة كان بناؤها متأثر بالطراز البابلي الكلداني، وهذه سمات رئيسية مأخوذة من المعابد الوثنية كتقسيمها إلى محل دخول الناس عموماً أي غير المؤمنين، والقسم الداخلي أكثر هو للمسيحيين فقط، وأما المذبح فكان فقط للمكرسين من القساوسة والأساقفة، وهو مشابه لتقسيم هيكل سليمان في أورشليم أيضا. وهذا يدل على تأثر المسيحيين الأوائل بالطقس الأورشليمي من جهة التخطيط للحياة الدينية، ومن جهة متأثر أيضا بالبابليين والكلدان، وكما تبين من المقارنة بين خرائط الكنائس والأديرة وبين المعابد الوثنية وكذلك هيكل أورشليم. الدير كان مركزا للصلاة والحياة الاجتماعية، حيث يتزود بالماء من خلال آبار وبالطعام من خلال المساحات المزروعة، لأن لكل دير كان لديه مزرعة فيها مختلف أشكال النباتات الخضروات والفواكه. غرف الرهبان كانت مقببة كما ذكرها لنا كتاب مسالك الأبصار. ومن بين المعابد الوثنية المتبقية والتي تشبه تصميمها تصميم الكنائس القديمة هو معبد آبو في أشنونة في تل أسمر، الذي شيده شوسن ملك أور. القبب هي فن معماري قديم في وادي الرافدين اشتهرت به الأديرة والكنائس، وكانت هناك قبب مشهورة منذ القرن الخامس الميلادي تغنى بها الشعراء مثل امرؤ القيس والفيروز آبادي والثرواني، فقد ذكروا في شعرهم قبة دير السنيق وقبة غصين وقبة قبين وقباب أخرى يقال لهما الشكورة أو السكورة. كانت حيطان القبب تبنى من الجص وهي مزينة بالفسيفساء وفيها زخارف نباتية،
وفي سقوفها الذهب والصور المختلفة. وهذه الزخارف النباتية تركز على رسم سنابل الحنطة وورق العنب والتين، وهاي تذكرنا بالعشاء الأخير. وكان في الغرف صلبان وقناديل زجاجية. لقد ذكرت القباب في أبيات شعر إشارة إلى قبة السنيق كما ذكرها كاتب كتاب الديارات لشابشتي، فقال: وللنصارى مشددين الزنانير عليهن كل حلي وثيق، يتمشينا من قباب الشعانين إلى صحن قبة السنيق. طبعا يذكر الشاعر الشعانين لأن عيد السعانين كان عيدا مشهورا لدى المسيحيين ولحد الآن، والمشي يقصد به الزياح لأن كان يزيحون الصليب وحاملين أغصان الزيتون ويرتبون التراتيب. وقد عثرت الدكتورة أريكا هنتر رئيسة معهد الدراسات الأفرو-أسيوية في لندن سنة 1995 على كتابات بالآرامية الشرقية أو الكلداني الخط الشرقي في الحيرة تعود إلى القرن الرابع الميلادي والخامس الميلادي. وهذه الكنائس والأديرة كان فيها رموز عدا الصلبان وعدا الرموز الزراعية المرتبطة بالإنجيل، رموز أخرى مأخوذة من ثقافة الآسيوية مثل زهرة اللوتس مثلا، أيضا رموز مأخوذة من الحضارة البابلية كالنجمة الثمانية والخماسية أيضا لأهمية الأرقام في ثقافة البابليين وحضارات جنوب وادي الرافدين. لذلك تفنن آباؤنا في هندسة الصليب في أديرة الجنوب، والبعض منها محفوظ في متحف البصرة. فالشكل الثماني حول صليب القيامة هو رمز البداية الجديدة في الحياة الأبدية، وأصله سومري لأن رقم ثمانية هو خارج الزمن، حيث أن الأسبوع البابلي هو سبعة أيام. وطبعا هو يرمز إلى الإله آنو إله السماء، ولكن النجمة بصورة عامة هي رمز لكل إله، وقد استعانت بها الحكومة العراقية لجعلها ختما في بنايات الدولة. إن رقم سبعة في الحضارة البابلية كان رمز ليوم الإله، لذلك أصبح اليوم السابع عطلة وراحة لتقديم القرابين والشكر للإله على نعمه على البشر الذي أنعم عليهم خلال ستة أيام من الأسبوع كي يعملوا. والرمز الثالث هو أنهم نحتوا فوق الصليب من اليمين واليسار صليبين صغار، وهذين الصليبين لهما معاني عديدة، قد يكون معنى لمار بطرس ومار بولس، أو قد يكون معنى للصليب الباتريارك والصليب المطران، لأن كل مطرانية مرتبطة بالباترياركية. إضافة إلى الدائرة، الدائرة في المحيطة بالصلبان هي رمز للكمال وهي رمز لله فهو كامل. وهذه الصلبان وجد منها في جنوب غرب شبه جزيرة الهند في الكنيسة الملبارية التي كانت مرتبطة بكنيستنا، لأن بشرهم مارتوما ولأن مسيحية هم هاجروا من أبرشية الكشكر ومن أبرشية البصرة بسبب الاضطهادات، لوحظ حضور النجمة الرباعية. النجمة الرباعية هي رمز لانتشار المسيحية في جهات الأربعة الشمال الجنوب الشرق الغرب، ولم يعثر العلماء على أشكال أخرى لربما في المستقبل.